تحية للمشاهدين ديالي فين ما كانوا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير داخل المغرب وخارج المغرب وحدا البحر. اليوم كما كتشوفوا راه حنا حدا البحر والجو حدا تبارك الله مع اختي ابتسام وخويا يوسف وخويا حفيظ، وتابعونا ان شاء الله. ونتمنى المشاهدين يوصلنا شي ما يطلع خويا يوسف، لانه واحد الانسان طيب وواقف معنا واحد الوقفه ما كايناش بحالها وباغي نفرحوه، ولكن يوسف ار ام، يوسف ار ام راه معروف. تحياتي بعدا للمشاهدين ديالنا، المشاهدين ديال الاخت مالكة والاخت ابتسام، والمهم كنوجه لكم التحيه داخل وخارج المغرب، كنقول لكم تحياتي لكم، والمهم نكملوا الفيديو مع الاخت مالكة. درتوها بصح. كما كتشوفوا المشاهدين ابتسام غربات على خلاف كبدة البحر هنايا، وتابعوا معنا ان شاء الله، تشوفوا معنا كاسكروب وتشوفوا كيف جاونا حدا البحر، وبقاو معنا ان شاء الله. ولاني بقاو معنا المشاهدين اللي درتها غنشاركها مع خوتي وحبابي، راكم عائلتي وراكم عزاز وغاليين. داروها لك مليكة، داروها لي اختي حتى كتجيني الغمالة باش كطيح في الماء. والله إلا وسيري بدلي باش ما يضربكش البرد. ها سيري بدلي باش ما يضربكش البرد. غادي نمشي شي فهمتي صار مشات. يلا صافي سيري، يلا مشي نكمل عليها. انتي صار مشات، شوفوا مسقوطة عاد عندها الوجه باش تجي. Thank you.
كتشوفوا المشاهدين الضيوف اللي قلنا لكم غنديروا لهم كاسكرو حدا البحر. جا شويه البرد وكان البرد وجبناهم للدار. غنكملوا معكم ان شاء الله الفيديو في الدار. ها انتم معنا غنهزوا الصينيه وتشوفوا الضيوف ديالنا. ولا لا شي سام اكيد منور الجلسه الحمد لله. الضياف دابا غيبانوا غير الصوت ديالي غيبانوا شنو هما الضياف. شكون هما الضياف راكم؟ مرحبا بكم الضياف. مرحبا بك يا ياسين. يا الضياف. ام حليم اش درى عليك الريح من البحر؟ اش درى علينا من الله الا ايوا عينا بالرملا وهذا وطلعت لنا على وجهنا وحنا وجنا صافي وجينا نكملوا كاسكرو. انتوا ما عرفتوش ام حليم اش درت لكم الرملا؟ انا يلا نمشي تعزم الخضر رعدة ما يدك الرملة واخا اللي جرت عليه الدوين دوزنا احسن نهار معاك في التيتا خويا حقيق اختي مالكة داروا معاك القوال بهاد الناس بخصوص حقيقة. الله يرحمك. انا عارفة ما كنخليكش. فين حقا؟ سلام ربي فين حقا؟ فين حقا؟ سنينا هادشي ساعة حقا حقا حنا جبناها لها تاب. الله يرحم الوالدين وكما كتشوفوا الطبلة ديال اختي انا والله الا ما جيت غير على وجهنا ما درتوناش اجازكم الله يرحم الله خاصها بخير اختي امنه اخرتنا حدا المواج والله الا كنا غادي ناكلوا حدا المواج والله الا شحرت واحد الدجاج ديال الناس صار مسحه راني جات بزاف اللعنه ولي داتنا داك البراد كاع وجينا بها الهرب. ودابا غادي تخوي لنا اختي مالكة واحد كويزات هي معتبر الله يسمح عليك اختي هاتي غزال واكيد حنا في الجلسه عند الاخت ابتسام اللي ديما كترحب بينا والله العظيم ديما كتكبر بينا الله يحفظك اختي ابتسام الله يخطيك اختي ابتسام كيما كتشوف الطبله ديالنا كيما العاده في هذا الصالون الزوين ديما تيكون الخير اللي بغا يمنعنا وياك اختي الله يعطيك قالت لي انا المهم كسر زعما يضربوني دوك سبعه الدنيات ايوا انا الموجات تجي وانا تمشي تنس قلت انا عرفت حيت ذاك البحر ما يبغيش ذاك براني الله يا ودي انا الحاجه الوحيده اللي فرحانه على خويا حسن هي انني الوجود ديالي مع الطبله هادي ما كتبقاش ما خاصهم لا خليكم تاخذوا راحتكم معايا دابا حسبت ليا ولكن انا كان لا خاطر والمهم والله الا الراحه اختي ابتسام قسما بالله الا الراحه عندك الله يخليك انت ما يطلعش اختي ابتسام بحال دارنا والله قسما شوفي المهم تبارك الله شوف ودابا الحاجه اللي غنقول لكم خليكم ما شاء الله ربي غنتشارك معكم خلاص اكيد ملي كاش نهاركم صافي ياك ضروري ايوا صافي دابا نخليكم ترتاحوا الله يرحم الوالدين ها الوعد ومن وعد وفى صافي نقول لكم السلام عليكم وليداتنا.